طليق بوسي يخرج عن صمته، قصة حبها مع كريم محمود عبد العزيز، سبب خلافي معها في صدمة للجميع. كشف طليق الفنانة بوسي ومدير أعمالها سابقا وليد فطين تفاصيل جديدة عن السبب الرئيسي وراء الخلافات التي نشبت بينهم مؤخرا ووصلت إلى ساحات القضاء، موضحا أن الفنان كريم محمود عبد العزيز كان وراء بداية الخلافات على حد قوله. وأضاف وليد فطين في تصريحات تلفزيونية أن الخلافات والمشاكل بدأت مع تصوير فيلم عمر وسلوى، موضحا أن بوسي كانت تلعب دورا في الفيلم مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، والمفترض أن هناك قصة حب بين بوسي وكريم خلال الفيلم. وأكمل وليد فطين: كريم كان بيشوف شغله ويحاول يقرب منها عشان ما يخليهاش تتكسف من الكاميرا، لكن بوسي بدأت تتوهم حاجات تانية على حد قوله. يذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من الخلافات التي وصلت إلى ذروتها بين المطربة الشعبية بوسي وطليقها ومدير أعمالها السابق وليد فطين، ووصلت للقضاء، وكان حكم صدر ضد بوسي بالحبس 9 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه لصالح زوجها السابق وليد فطين. وعقب التصالح وسداد المبلغ صدر حكم جديد عن محكمة جنح الهرم غيابيا، ودان بوسي رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا. في ذات السياق تنتظر بوسي محاكمة أخرى بشأن تهرب ضريبي واتهامها بالتهرب من سداد مبلغ 1,827,000 جنيه خاصة بالضرائب لتقديم ما يفيد سداد المبلغ والتصالح مع الضرائب. والسلام عليكم ورحمة الله.